عيقتو بزاف في هاد البلاد. هاد البلاد واش بغيتو تهجرو هاد المواطنين؟ واش بغيتو تقتلوا هاد المواطنين؟ تهنينا من الايام التسعينات بلا ما نقول لك البصريه، بلا ما نقول لك بزاف الحوايج. والحمد لله اللي عندنا ملك، والحمد لله اللي عندنا ملك كنعتزوا به وكنفتخروا بملكنا. ميساج واصل، ما جيتش تقول لي لا حق البرد، راكم نتوما هما البرد. جوج حوايج، حنا الناتج الداخلي ديال المغرب اللي كيصدر في الخضار، راه كل الدول الاوروبيه والعظمى راه كتنقص. ملي كتشوف القضيه عندها ناقصه كتنقص وكتخلي الداخل المواطن المغربي القدره الشرائيه ديالها. اجي تقول لي لا حق اللحوم وتدخل لي البقر، اش جاب البقره الحمد العجل، اش جاب السميد، اش جاب الحمص، اللوبيا، العدس، الزيت، فين واصلين بهذا الشيء نتوما؟ اش من الاسواق اصاحبي؟ راه الناس كاينه صاحبي بيضه، صاحبي بيضه كيمشي يشريها بدرهم ونص. عيب اصاحبي، راه عيب هذا الشيء هذا. راه شوف، واش سيدنا خدام يمشي يخسر ويدير البيئة التحتية وكذا وهما داخلين سوق راسهم هما مسوقين شاي 17 مليار وزيد الوزير الاخر وزيد؟ فين هي هاد المحاسبة؟ هاد الناس اللي راك كتصيفطوهم نتوما للمحلات يراقبوا الأسعار، خصنا هاد الناس يراقبوكم نتوما، يعطيونا هاد الملايير اللي راكم اللي ما بغيتوش ضمستوها بعضياتكم. راه الشعب المغربي راه واعي، راه كيصبر كيصبر كيصبر، راه غادي تنوض شي نوضة خطيرة في هاد البلاد. راه حنا كنحشمو، حنا ورا جلالة الملك، ماشي عندنا صهد من عدو واحد اخر وتزيد تكمل علينا انت ما مسوقش وخرج بيع 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 بيع. اخ لا، الغلاء ديال المحروقات خصو يتحاسبوا معاه. انا كنطلب من جلالة الملك خصها بالاخص يبعدوا منا، يبعدوا من هاد البلاد، هادوك الثلاثة بالاخص يبعدوا من هاد البلاد. ميساج انا كنقول لك بعدوا من هاد البلاد. هادوك الناس راه خاص المغاربه ينوضوا بلسان واحد، كلنا بفداك يا وطني، نحن مع الملك. يبعد منا داك السيد، كنت كنعارض باش ان هاد ما كاين ما احسن، وكنت قلتها سابقا قبل الانتخابات ديالو، قلت له اقسم بالله الا ستنوض شي روعه في هاد البلاد، لان السماسريه اللي طلعوه الشمايد دابا هادو اللي خدامين كيتخبعوا، وهذا راه معروفين، راني كنعرفهم كلهم، وانا من الاقدميه ديال الناس المناضله من 2018 وانا كناضل في ارض الوحده الترابيه ديالي، وكنعرف انا هاد الشمايت منهم الناس فاس، منهم الناس فاس اللي بايعين الاصوات ديال الشعب اللي مسكين ما مصوتش. مطلعيننا واحد شنو زعما غادي تنتظروا منا المغاربه؟ زعما غادي تنتظروا شي هاد الاسعار هادي؟ انا كنقولها باختصار، راه ما غاديش تنزل، راه غيبقى يقتل في الشعب، يقتل في الشعب. 2027 غاد عاد شويه تنخفض الاسعار، انا كنقولها 2027 عاد تنخفض الاسعار، غادي نوليو ل 2019. حنا كنا كنقولوا العداله والتنميه شويه، والعداله والتنميه شي شويه كانت كتزيد غير في نص ساعه وتزيد، راه ما كانش كتبغي تورك. هذا ورك كاع في خطره، هذا ما مسوقش للشعب، ما مسوقش للراي العام. راه حنا مال البلاد، راه ماشي انت السي اخنوش انت وهبي، كنا كنشوفوه شحال هادي في البرنامج كينوض الصوعه وكذا وهذا، دابا ولا هو كيف هادشي؟ الناس الاولاد ما خدامينش، الناس عندها اجازات، عندها البكالوريات، الناس بغات تخدم. انا دابا انا عندي 35 سنه، انا ما خدامش، النهار اللي سدات الخدمه سدات لي وانا ما خدامش، يلا منين نجيب انا هاد الفلوس نعيش انا ولادي؟ نعطيوك انت 50 درهم اخنوش، كي كنا كنعيشوا بها شحال هادي 50 درهم كتدخل ليا قفوه السيمانه. اخنوش راه كلشي كيوصلوا، اخنوش كلشي كيوصلوا للدار بالكوربات بكلشي، وراه كيخدم في التجاره، كيشد دوك اللوبيا كلهم ديال اكادير، الفلاحه كلشي كيشدها وكيخرج التصدير على برا. ما قريت جمله، هذا راه ما قريت جمله، ما فهمتش انا، ما فهمتش انا 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 المغاربه كيفاش كيتيقوا في هاد الناس. اخويا خلوا لنا اخويا غير الملك ديالنا يقد بينا، حنا كنا عايشين معاه بخير، اش دخلنا لهاد الحكومه ديال بوزبال؟ كنخليو حنايا ناس مثقفين، كنخليو حنا شباب اصاحبي، شباب اللي يعطي قعد بهذا الوطن، كنخليو شباب اصاحبي، والله يهدينا، الله يهدينا على عقولنا المغاربه. انا كنقول الميساج ديالي، هذا السيد هذا راه غادي يزيد غير زاد غير شهر، اقسم بالله العلي العظيم راه تمشي الفلس الهلك، الشيء هو اللي سبب الهلك. منين تشوف انت يا مرا بالله عليك مرا في طنجه مسكينه تبكي، تخرجنا انت منا، تخرجنا انت والدينا الشارع، شكون انت سي اخنو؟ شكون انت بالاخص؟ شكون انت بالاخص باش تخرجنا انت مواتنا اللي احتضنونا
مواطنا اللي خرجوا في المسيره، انا راه خرجت في المسيره الخضراء، مشات قدمين وهي حامله بالاخ ديالي باش يجي هو يلقاها بارده ويطلع المحروقات. وديروا لنا سيدي هذوك اللي مخرجهم ما سي اخنوش، الا كنتي نازل هذوك يمشيو يراقبوك بعدا داك الشيء اللي عندك تما. هنا كنطلب من السياده الملكيه، كنطلب من الملك ديالي قسما بالله يا ملكنا العزيز، راه ينقذ هذا الشعب. هاد السيد هذا راه من نهار اللي طلع اول بالباله منوضها في الشوارع. انا ما بقيتش كنشوف شي حكومات من غير هاد الحكومه هادي اللي منوضه البلباله في الشوارع، راه ما غيخلي ما يخليش الشعب هنا.